الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم عن الإرشاد النفسي في الأزمات، وبالتحديد موضوع الفقد والحزن. بالنسبة للإرشاد النفسي والاجتماعي أثناء الأزمات، وخصوصا في مسألة الفقد والحزن، طبعا الحزن يتعلق بالكثير من الانفعالات. يعني الحزن انفعال معقد جدا، والحزن يأتي لعدة ظروف عند الإنسان. واليوم سنتكلم إن شاء الله عن الحزن بالنسبة لحالات الفقد. قد نحزن لفقدان عزيز، قد نحزن لفقدان وظيفة، قد نحزن لفقدان شيء عزيز علينا أيا كانت، يعني ممكن قد يتعلق بفقدان بعض القدرات كالصحة العامة أو الذاكرة أو القدرة على الحركة. فالفقد يعني يتعلق بأمور كثيرة، أو أحيانا يعني نشعر بالحزن لأن لم نحقق أحلامنا. يفقد الإنسان، يشعر بالفقد إذا الخطة العامة للحياة لم تتحقق. فنستطيع أن نقول بأن الحزن هو حالة مختلفة من إنسان إلى آخر، ويختلف حسب المواقف الاجتماعية. أيضا استجابة الحزن لخسارة تتوقف على عدة عوامل، منها حجم التعلق النفسي بالأمر الذي خسرناه، أيضا تتعلق بحجم الضغوط المحيطة فينا. يعني أحيانا إذا كانت هناك ضغوط أخرى في الحياة وصاحبت حالة فقد أو خسارة، يعني راح تكون الشعور بالحزن يكون والفقد أعمق جدا. أيضا الاستجابة للفقد يتعلق بالصحة النفسية، كل ما يعني توفرت لدينا صحة نفسية واستطاع يعني الشخص هذا اللي عنده مقدار جيد من الصحة النفسية يستطيع أن يتكيف ويستطيع أن يخرج من الأزمة بشكل أسرع من الإنسان اللي عنده مثلا على سبيل المثال اضطرابات مثل القلق أو الاكتئاب. أيضا وجود السند الاجتماعي، يعني الناس اللي يعيشون حالة وحدة علاقاتهم الاجتماعية سيئة جدا، تجد أن عدم توفر السند الاجتماعي يجعل الفقد والخسارة عميقة جدا. أيضا مسألة الفقد أيضا تتعلق بحجم الخسارة، يعني كل ما كانت حجم الخسارة كبيرة جدا كل ما كان يعني الشعور بالفقد أعمق. يعني قد فقدان عزيز علينا قريب جدا منا يعني أعمق شعورها من فقدان شخص يعني عزيز علينا ولكن بعيد عنا، يعني حياته لا تتقاطع مع حياتنا كثيرا. أيضا الفقد يتعلق بحجم قدراتنا وحجم في منع ما حدث. يعني إذا شعرت بأنك تستطيع أنك تمنع ضرر وما منعته، راح تشعر بالذنب، وراح يعني تشعر بقسوة الشعور بالفقد، لأن يعني كأن الشعور بالذنب واللوم الذات لأنك ما اتخذت الإجراءات المناسبة لحدوث هذا الأمر في حياتك، يعني قد يجعلك تشعر بعدم الطمأنينة ويعمق شعور بالفقد. بالنسبة للحزن، الحزن هو انفعال مركب معقد جدا، يحتوي على مشاعر مختلطة. يعني مثلا نستطيع أن نقول بأن الغضب عكس يعني حالة السكينة والهدوء، الخوف عكس عدم الخوف والشعور بالسكينة. بس لما تأتي للحزن، يعني ما هو يعني عكس الحزن، تجد أن الأمر ما هو محدد مثل باقي الانفعالات. تجد أن انفعال الحزن هو من الانفعالات المعقدة المركبة التي تحتوي على أكثر من انفعال. في الحزن كما يقول رالف والدو إميرسون، يقول بأن الحزن يرجع بنا مرة أخرى للطفولة ويحطم الفرق بين كل العقول، حتى الحكيم منا تتهاوى عند الحكمة. ولهذا
يعني يجب أن يعرف شخص الذي يمر بحالة من الفقد بأن المسألة لا تتعلق بالذكاء ولا تتعلق بالحكمة. كلنا في مواجهة الحزن والفقد أحيانا نتحول إلى أطفال أو نتحول إلى بشر تغادرهم الحكمة، حتى الحكيم منا يفقد توازنه. وهذا مهم جدا أن نعلمها للآخرين، أن مو عيب أنك فقدت توازنك وأنت شخصية متزنة، فقدت توازنك في هذه الظروف. فإذا يجب أن ننظر للجانب الإنساني، أننا جميعا في ظروف الحزن وظروف الفقد نفقد القدرة على التوازن، يجب أن نتقبلها، وأمر يعني ما هو منقصة لأي إنسان. لما اليوم إن شاء الله نتكلم عن الفقد في حالة يعني فقدان عزيز، يعني وهذا مهم يعني في بعض الأزمات نتدخل مع الأشخاص الذين فقدوا عزيز عليهم ونحاول أن نرجعهم إلى مرحلة التوازن السابقة اللي كانوا عليها قبل أن يفقدون عزيز عليهم. فضروري جدا أن نتعرف على بعض الأمور. نعيش في مجتمع حقيقة بالنسبة للموت أمر لا يجب أن يناقش كل المجتمعات في الثقافة، مع أننا نحن خصوصا نحن مسلمين يعني بالنسبة لنا الموت مفروض أن حالة طبيعية، هي جزء من الحياة، يعني الموت والحياة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بس الموت والحياة هي جزء من هذا الكون وهذا الوجود. يعني فمن يفقد عزيز يجد أحيانا مساحة ضيقة جدا في نقاش هذا الموضوع مع الآخرين، لأن يخاف أن يقول عن الناس بأنه شخص متشائم صاحب نظرة سوداوية. فيجد الشخص اللي فقد عزيز أو فقد أمر في حياته مهم جدا يجد يشعر بالغربة. السبب أنه ما أحد يريد أن يتكلم في هذا الأمر، نريد أن نمضي في حياتنا ولا نريد أن نسمع أمور سلبية. ولهذا يعني دورنا كأخصائيين أن نعلم الناس بأن الموت هي الموت وفقدان عزيز هو حالة طبيعية وجزء من الحياة الدنيا، هي دنيا يعني تختلف عن هي دنيا أقل أو أسفل، يعني بينما الجنة نصفها أحيانا في عليين أمر آخر يعني تماما. فالحياة الدنيا هي حياة تختلط فيها المنفعة والألم بنفس اللحظة. طبعا كل إنسان له أسلوبه ومراحله الخاصة في التعامل مع فقدان عزيز، والحزن يتحول إلى حالة مرضية تستدعي تدخل علاجي إذا استمر الحزن لفترة طويلة من الزمن. يعني نحدد أحيانا بعلم النفس بأن أغلب الناس في المتوسط العام يستعيدون قدرتهم على التكيف بعد 6 أشهر من فقدان عزيز، وطبيعي جدا أن بعد فقدان عزيز بعد الأسابيع المباشرة يفقد الإنسان توازنه ويفقد قدرته على إعادة الحياة إلى وقعها الطبيعي السابق. فإذا استمر يعني حالة الفقد أكثر، حالة الحزن أكثر من 6 أشهر، نستطيع أن نقول هذا الإنسان يعني يواجه مشكلة في التكيف مع الظرف الذي حدث، ويستدعي تدخل الآخرين لمساعدته على الرجوع لحياته السابقة. أيضا يعني نستطيع أن نستشف من شخص يعني بعد الفقد بأن يعني فقد القدرة على التكيف، بأن يعني يتلفظ أحيانا بعبارات بأن لا يستطيع أن يستمر بالحياة ولا يستطيع أن يرجع إلى عمله أو إلى وظيفته، واختل توازنه في الحياة وأدائه في الحياة نتيجة لفقدان عزيز. هذه أيضا مظهر من مظاهر عدم التكيف ويستدعي التدخل. طبعا الحياة هي الموت هو جزء من الحياة، يعني كما نتقبل الولادة الجديدة ونفرح فيها يجب أن نتقبل أن في لحظة من اللحظات يعني هناك لحظة الجميع يغادر الحياة، هي رحلة والرحلة لها بداية ولها نهاية. فيجب على الشخص اللي يكون أمامنا أن يتقبل هذه الحقيقة، هي جزء كما نفرح بأولادنا أثناء الولادة ونحتفل، يعني نتقبل أن هناك في لحظة يجب أن نغادر الحياة الدنيا. وضروري جدا كمسلمين أن
نقول يعني حسب دراسات الاقتراب من الموت، هناك دراسات في علم النفس وحتى في البيولوجي على الاقتراب من الموت، الناس الذين يقتربون من الموت، وممكن كمسلمين احنا ندري ان يدخلون في عالم البرزخ لبرهة بسيطة من الزمن، وكلهم يقولون يعني في حالات مثلا ايقاف القلب، يعني احيانا يمرون بخبرة الاقتراب من الموت يكتشفون شيء واحد، يكتشفون ان ما في موت، وهذا الامر وجدته انا شخصيا انه يريح الناس، انه ما في موت، يوجد ترانزيشن، يوجد يعني من حياه الى حياه اخرى، انت بروحك وبكيانك فقط بلا جسد تنتقل الى حياه اخرى. فالموت هو غياب الجسد ولكن ليس غياب الروح، ما الروح لا تموت، والروح تحتفظ بكل خبراتك وكل مشاعرك وفقط تنتقل الى حياه اخرى. والحياة الأخرى يعني إذا يهون علينا من دراسات الاقتراب من الموت، يعني الناس اللي في هذا العالم عالم البرزخ يعني بانتظار يوم القيامة هم على وعي بحياتهم وعلى وعي بحياتنا. ويجب أن أقول معلومة جميلة جدا أقولها لكل شخص يعني فقد عزيز، أن هؤلاء الناس ما يسعدهم اللي أعزائنا وأحبائنا، ما يسعدهم إن نوقف حياتنا نتيجة لأنهم في حياة أخرى ويتمنون إن نعيش حياتنا بشكل طبيعي، وعزائهم الوحيد إن يريدون منا بس ما يدرون يصلوا لنا، يريدون منا إن نعيش حياتنا. يعني الحي يجب إن يعيش حياته بكل تفاصيلها كما قدرها الله سبحانه وتعالى، يجب أن لا تتوقف الحياة على شخص فقدناه، لأن فقدناه في الدنيا، ولكن هناك التجمع الكبير يوم القيامة، الجميع يجتمع هناك عند رب العالمين. حياة الإنسان كتاب، وهذا الكتاب خطت فيه رواية، والكتاب تخيل حياة الإنسان، وهذه العبارات نستخدمها بالتعامل مع الآخرين، بأن حياة الإنسان عبارة عن فصول، الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، وأحيانا أو دائما نصل إلى الفصل الأخير. وما دون، إذا أنت تقرأ رواية، ما تم تدوينه في الفصل الأخير ليس من الضرورة أن يلغي الفصول كلها. يعني لما تصل في الرواية إلى الفصل الأخير هذا لا يعني أن الفصل الأول والثاني والثالث قد اختفى، لا، معنى هذا أن الشخص الذي يتوفى يجب أن نركز فكر العميل وفكر المراجع وفكر الشخص اللي نحاول أن يعيد توازنه بعد فقدان عزيز، نقول له لا تفكر في الفصل الأخير، فكر في الفصول كلها لأنها هي موجودة عندك، وهذا الشخص عايش في الذاكرة واختفى فقط في الفصل الأخير، ولكن بصماته في كل مكان، خرج من حياتك ولكن ترك حياة، وتستطيع أنك تهتدي بالفصول الجميلة اللي تركها. عند الفقد وجدنا التالي، وجدنا أن قصة معروفة، يتوفى أحيانا كبار السن، ووجدنا غالبا خلال حوالي 6 أشهر أو أقل من سنة شريكة يتوفى وراه. هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية، الناس أكيد يعني بأي ثقافة يدركونها، يعرفون أحيانا كثير من كبار السن عندما يتوفى شريك العمر تجد أنه يلحق به، حتى لو كان في فرق في العمر يلحق به بعد يعني أشهر. ودرست الظاهرة بتمعن، فعرفنا شيء واحد، بأن بعد الوفاة، وفاة عزيز، يبدأ الجسم يدخل بمرحلة غريبة جدا، أن هرمون الضغط النفسي أو هذا الهرمون يسمى الكورتيزول، وهذا الهرمون هو أحيانا يعطينا استجابة طويلة الأمد. هرمون الضغط النفسي يخفض نشاط المناعة ويشغل برنامج يسمى في الدماغ موجود في الهيبوثالاموس، هو برنامج الموت. برنامج الموت موجود في الدماغ، وجد العلماء أن إذا شعرنا بفقدان الأمل، لاحظ، وشعرنا بأن مزيد من الحياة معناها مزيد من الألم، الدماغ في اللاشعور تلقائيا كل الكائنات يقوم بتشغيل برنامج الموت، لأن يريد الدماغ في اللاشعور أن يحميك من مزيد من الألم، لأن
شعورك أن الحياة لم يتبقى بها إلا الألم وفقد فيها الأمل. بالضبط هذا الشعور هو الذي يسبب وفاة الناس بعد وفاة عزيز عليهم بفترة قصيرة من الزمن. السبب هو كالتالي: أن هرمون الكورتيزول يفرز ويفرز بكميات كبيرة ويخفض من نشاط المناعة. وتعرف يعني عندما تنخفض المناعة يصبح الجسم نهبا للأمراض، ويصبح الجسم أيضا نهبا للسرطان على سبيل المثال. يعني الخلايا السرطانية أو السرطان يتكون في الجسم بشكل طبيعي تقريبا أسبوعيا، ولكن الذي ينظف الخلايا السرطانية هو جهاز المناعة اللي موجود في الجسم. جهاز المناعة يشم بين الخلايا، وأي خلية تفقد بروتين يسمى P53 يعني خلية سرطانية، يقوم جهاز المناعة بقتل هذه الخلايا السرطانية. بس تخيل أن جهاز المناعة عندك أصبح غير فعال نتيجة لشعورك بالحزن أو الاكتئاب وغياب الأمل. غياب الأمل بالنسبة لنا، لما الإنسان يفقد الأمل في الحياة بالنسبة لنا خطرة. ونقول دائما بعلم النفس بأن الاكتئاب يقتل، يعني احنا نقول مقولة لنا ان الاكتئاب يقتل. السبب ان الاكتئاب اذا كان مصحوب بفقدان الامل يشغل برنامج الموت اللي موجود في الهايبوثالاموس في الدماغ، ويبدأ الجسم يدخل مرحلة الانهيار ويجعل الشخص يقترب من الموت او يتوفى. ولهذا تنتشر الامراض السرطانية بسبب حالات الحزن. وعلم من العلوم الطبية يسمى الباثولوجي، يقولوا لنا بأن 2/3 حالات السرطان سببها نفسي، سببها فقدان الأمل، الاكتئاب، القلق، التوتر. سبب أن الدماغ مبرمج على تشغيل برنامج الموت. أحد المظاهر أن السرطان ينتشر في الجسد. ضروري جدا في اللحظات الأولى من الحزن أن نتدخل لإعادة توازن الإنسان، خوفا من شيء واحد. يعني قصة غريبة أقولها لكم: وأنا في العيادة بعد ما يأتينا إنسان ويعاني من ظروف، فأقول له: حالتك النفسية رقم 2 بالنسبة لي، بس جهازك المناعة رقم 1. أنا أخاف عليك بأن يحدث لك مرض بسبب الحزن اللي تعاني منه. ولهذا نتدخل ونحارب الضغط النفسي والضغوط النفسية، نحاربها خوفا على بقاء الشخص يعايش بيننا. ولهذا مهم جدا، وأحيانا يعني بعض نتدخل بمواد مضادة للقلق أو التوتر، خصوصا في 3 أيام الأولى بعد الفقد، لأن الهبوط الشديد للمناعة قد يولد ورم سرطاني سريع جدا في الجسم. هناك عدة مراحل للحزن، وهذه المراحل أو لأي كارثة. المرحلة الأولى هي مرحلة الصدمة، نشعر بالصدمة من تلقي أو حدث يعني خارج عن المألوف. عقل الإنسان هو عاقل يرتاح للمألوف، نحب المألوف. تخيل أنت لما تسافر وين تروح؟ تروح أماكن يتواجد فيها العرب، مع أنك توك خارج من بيئة عربية، لأن العقل البشري يعشق المألوف. ولهذا الظروف الضاغطة هي ظروف غير مألوفة وتدفعنا للشعور بالصدمة. فإذا بعد الصدمة تأتي مرحلة ثانية، هي مرحلة الإنكار، ننكر أنه موجود. يعني مثلا فيروس كورونا لا زال موجودين ناس يعني في مرحلة الإنكار، ينكرون أن في فيروس موجود حقيقي الفيروس وقاتل. يبدو أن الإنكار حالة لا شعورية، نريد أن نرجع إلى توازننا السابق بالإنكار وندخل مرحلة الإنكار. بعد مرحلة الإنكار يدخل الشخص اللي يعاني من صدمة الفقد أو الحزن بمرحلة الغضب. يعني ولهذا بعض الناس اللي فقدوا عزيز يبدأ يهاجمون الطب أو الدكاترة أو المستشفى، ونشعر بالغضب تجاه ما حدث. يعني نصب غضبنا على الممرضين، على الأطباء. يعني زين، بعد مرحلة الغضب ندخل بمرحلة المساومة. مرحلة المساومة نبدأ نبرر إنه والله يعني هو كان مريض، والحمد لله رب العالمين الله أراحه من المرض وذهب إلى رحمة رب العالمين. هذه هي المرحلة الثانية. الرابعة هي مرحلة المساومة. بعد مرحلة المساومة يبدأ الإنسان
يخلو بنفسه. عندما يخلو الإنسان بنفسه يشعر بالكآبة، يعني ذهب المعزون وذهب الناس اللي كان يعطونك سند اجتماعي إلى حياتهم، بغيت أنت وألمك. في هذه المرحلة يدخل الإنسان بالكآبة والاكتئاب، ولهذا أيضا هذه المرحلة جدا مهمة جدا أن نتدخل في مرحلة الكآبة هذه ونحاول أن نساعد الإنسان لكي يستعيد توازنه، لأن مرحلة الاكتئاب كما قلنا الاكتئاب يقتل، والاكتئاب يعني يخلق الكثير من الأمراض الجسدية والنفسية. بعد مرحلة الكآبة يبدأ الإنسان يدخل مرحلة الاختبار، وهو يبحث عن حل واقعي لما حدث. وبعد يعني هنا ممكن نساعد الشخص إنه ما هو الحل الواقعي، كيف تعيش بدون شخص عزيز فقدته. يبدأ يتقبل ويبدأ ندخل المرحلة الأخيرة وهي مرحلة القبول. ويجب أن نقول شيء، أن يعني الناس اللي يكونون عزيزين علينا في الحياة هم مو بس وجودهم عزيز علينا، لا، هم أيضا يقومون بأدوار. يعني مثلا أسرة لا سمح الله فقدت الأم، هي فقدت الأم وأدوار الأم، ولهذا يعني الأسرة بعد حالة فقد مثلا الأم ترتبك، يعني مو بس أن فقدنا الشخص هذا، فقدنا الدور اللي يؤديه والواجبات اللي يؤديها تجاه بقية الأسرة. ولهذا يجب أن ننتبه أن إذا ساعدنا شخص أن ننتبه على كيفية تعويض الدور اللي كان هذا الشخص يؤديه، ما هي الحلول اللي ممكن نقترحها في حالة أسرة فقدت عزيز. نتعرف على طبيعة الدور الذي يقوم فيه هذا الشخص العزيز، ونحاول أن نغلق هذه الثغرة اللي تركها، ونغلقها بالنصيحة، بوضع استشارة مناسبة للأسرة بحيث أنها تستعيد توازنها، لأن استعادة جزء من هذا الدور. يعني هناك نموذج شائع اقترح ووردن، اقترح بأن البشر يجب أن يخضعوا لمهام الحداد الأربعة، يعني بعد فقدان عزيز يجب أن نخضع لأربع مهام للحداد للوصول إلى مرحلة التعافي. ويقول ووردن أول مرحلة هي القبول بحقيقة الخسارة، يجب أن نتقبل أن حدثت خسارة، والخسارة هذا الوفاة كما قلنا طبيعية. بعدين المرحلة الثانية العمل على مواجهة الألم، نساعد الشخص أن يواجه الألم ويواجه الحزن، مو بالإنكار، لا، يواجه حقيقة يعني، وبأن يعني هذه هي سنة الحياة. بعدين المرحلة الثالثة التكيف مع الحياة بدون الفقيد، بدون الدور اللي أيدي في حياتنا. والمرحلة الأخيرة المحافظة على ذكرى الفقيد والمضي قدما في الحياة. يعني بعض الناس أحيانا يتخلى، يريد أن يمسح ذكريات الشخص اعتقادا منه أنه يمسح الألم، نقول لا، حاول أن تبقي على الذكريات، وهذا أمر يعني هذا الشخص له بصمة إيجابية في حياتك، هذه الذكريات مهمة جدا، هي عزائك لعدم وجوده في الحياة، هذه الذكريات ليست سلبية، هذه هي إيجابية. زين، على الرغم طبعا من وجود عدة نماذج لمراحل الحزن، إلا أنها تتفق بأن يعني الصدمة وعدم التصديق والشعور بالخدر وإنكار حدوث الخسارة والحزن واليأس، هذه كلها مراحل، وشعور بالعجز، يعني أكيد يعني الشعور بالعجز أنك لا تستطيع أن تعمل شيء، يعني هذا يعني تعلمنا أن إذا واجهت مشكلة يجب أن تبادر بحلها، ولكن أمام الفقد ماذا تعمل؟ يعني الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. هناك الدكتور كينيث دوكا يوصينا بعدة نصائح، ونحن نتدخل لإرجاع المراجعين أو العملاء أو حالاتنا إلى حالاتهم الطبيعية. فيقول هناك أربعة طقوس بعد فقدان عزيز يجب أن نمر فيها. أول طقوس هي طقوس الاستمرارية، تؤكد هذه الطقوس على أن المحبوب المفقود لا يزال جزء من حياة العميل، يعني وكأن الشخص هذا مستمر في حياتنا، نبقي على هذه الطقوس. وطقوس الانتقال،
يقول إن هذه الطقوس تؤكد على أن تغير كبير قد حدث في استجابة الحزن، مثل وينصح أن نقوم الأسرة بتنظيف غرفة المتوفي أو التبرع بالممتلكات. وهناك طقوس أخرى يسميها طقوس التأكيد. في هذه الطقوس يمكن العميل أن ينفس عن أي ندم متراكم بكتابة رسالة أو قصيدة للمتوفي يشكرهم فيها على معروفهم. حقيقة يعني لكل حالة فقدان يوجد أحيانا ملف لم يغلق بعلاقتنا مع الشخص، ممكن إحنا أسأنا له وحاولنا نعتذر بس لم يسعفنا الزمن أن نعتذر منه وفقدناه، أو إحنا نشعر بالذنب لأن يعني ما أعطينا هذا الشخص الوقت الكافي لما كان عايش، ما كنا نزوره. ولهذا هذه كلها تترك تراكمات في الملف الأخير وتجعل ما في كلوجر أو ما في إغلاق لملف الشعور بالذنب. فأحيانا نعالجها بالطريقة التالية، نقول للناس، أنا شخصيا أقول للناس أن يعني تخيل أن المتوفي موجود، حاول أن تبعث له رسالة أو تكلمه وتقول له أنا آسف أو قصرت بحقك، وحاول أن تغلق هذا الملف. وفعلا إذا كنت على وعي بوجود المشكلة تستطيع أن تعالجها. ولكن أغلب الناس يشعر بالذنب بس ما يعرف ليش ما يشعر بالذنب. ممكن يشعر بالذنب نتيجة يعني الملف الأخير في حياة الشخص، في حياتنا ما سكرنا الملف نتيجة لأن ممكن أسأنا له أو ما ممكن نزوره ونشعر بالذنب. طقوس التكثيف، يعني هذا الطقوس ينصح فيها دوكا بأنها تعزز مشاعر الوحدة والهوية المشتركة. قد تجتمع مثلا وحدة عسكرية يتذكرون زميل لهم استشهد على سبيل المثال، ونضع الزهور على قبر على سبيل المثال أو نقيم له نصب تذكاري. هذه مهمة جدا للخروج من حالة الحزن. هناك عدة نصائح للناس اللي يحزنون. حاول أن لا تحزن وحدك، من الضروري أثناء فقد عزيز أن تظل على التواصل مع الآخرين وخصوصا الرجال. الرجل عندما يحزن يريد أن ينعزل عن الآخرين، المرأة عندما تحزن تريد أن تتواصل مع الآخرين. والمرأة على فكرة تستطيع أن تعالج مشاكلها النفسية أثناء الكلام، وهي تتكلم تحتاج الكلام لكي تفكر. ولا يجب أن نسمح للمرأة في هذه الظروف أن تتكلم، لأنه وهي تتكلم الكلام علاج لها. غريب جدا نأخذ عينة من اللعاب عند المرأة وهي تتكلم، فنجد أن هرمونات السعادة تفرز في اللعاب مثل الإندورفينز. يعني المرأة عندما تتكلم تشعر بالسعادة، وهي تتكلم يهدأ روعها. فإذا ما وفرنا مساحة لأي امرأة تعاني من حزن أن تتكلم، أنت تمنع عنها أن تعالج نفسها بنفسها. الله سبحانه وتعالى جعل آليات الشفاء داخلنا، كانت آليات الشفاء نفسية أو جسدية. وفر الفرصة للناس يستطيعون أن يصلون بأنفسهم إلى مراحل الشفاء. اعتني بنفسك جيدا. يعني الناس اللي أحيانا يفقدون عزيز يدخل في مرحلة اكتئاب، والاكتئاب يهملون الذات، يهملون حاجاتها، يهملون مثلا يعني المظهر الخارجي. ويعني كلنا نعرف يعني كثير من الناس أحيانا يذهبون للحلاق مو لأنه والله يحتاجون إلى قصة شعر، لا، يحتاجون إلى تجديد لمشاعرهم النفسية، يحتاجون فقط صيانة الذات أو صيانة النفس تجعلك تشعر براحة. ولهذا عندما تفقد يعني الرغبة في صيانة الذات، حتى المظهر الخارجي واللبس الجيد والأكل الجيد، تجد أن هذا بحد ذاته يجعلك تشعر ويعمق الحزن. فنقول للناس حاولوا أن لا تهملون الذات في حالة الحزن، وصيانة الذات مهمة جدا أيا كانت، يعني بأكل جيد. أو أيضا ننصح الناس بأن حاول أن تكتب أو ترسم أو تمارس هواية، تتناول الطعام الجيد وتمارس الرياضة. الرياضة تخفض هرمون الكورتيزول وهو هرمون الضغط النفسي. الرياضة والحركة مهمة جدا. السبب عدم ممارسة الرياضة تؤدي إلى تراكم هرمونات الضغط النفسي ومنها الكورتيزول، ولهذا تنهار المناعة لأن الكورتيزول مرتفع.
فغياب الحركة يؤدي إلى انهيار المناعة. هذا موثق في كل الدوريات الطبية التي تتكلم عن علاقة المناعة والحركة. انخفاض يعني عدم، خلي الشخص يجلس ما يتحرك تجد أن جهاز المناعة عنده ينهار، السبب أن الكورتيزول يرتفع، وعندما يرتفع هرمون الكورتيزول الشعور بالاكتئاب والكآبة يعمق. وننصح أحيانا نصيحة للمرضى الذين يعانون من اكتئاب بأن مارس الرياضة، وهو يعتقد أن النصيحة هذه نصيحة مثل النصائح الديوانية. لا، إحنا قصدنا كيمياء الدماغ، نريد أن نغيرها. تستطيع أن تغير كيمياء الجسد بإعمال العضلات وتشغيلها. السبب أن كل هرمونات الضغط النفسي، الكورتيزول، الأدرينالين، الجلوكوكورتيكويد، هذه كل المواد هذه تنخفض أثناء حركة العضلات، هذا دورها. فإذا الكورتيزول هرمون الضغط النفسي يفرز في بداية الصباح وينخفض في آخر النهار، نجد الناس اللي تغيب حياتهم ما فيها حركة ما فيها رياضة، معدل الكورتيزول يصل إلى الليل وهو مرتفع، ثاني يوم نفس الشيء. هذا شيء يسبب خلل في الذاكرة، انخفاض وتوتر، يعمق الحزن، يعمل الاكتئاب، يزيد الخوف. والرياضة مهمة جدا، وإذا لابد من ممارسة الرياضة. أيضا ننصح الإنسان أن يلتمس المشورة. أول ناس يعرفون قيمة المشورة هم دكاترة وأساتذة علم النفس. إحنا شخصيا نقول عن أنفسنا إذا وقعنا في مشكلة نبحث عن زميل يعطينا مشورة، وما نزعل ولا نكابر من البحث عن مشورة. السبب عندما تقع في مشكلة، مثلا دكتور في علم النفس وتقع في مشكلة، أنت متحيز، يعني الرؤية، يعني حجم الرؤية لما ننفعل قدرتنا على التمييز تتضاءل. لاحظ لما تدخل، على سبيل المثال يعني دخلت في غابة وأقول لك هذه الغابة فيها حيوان مفترس وليكن هذا الحيوان أسد، زين الآن راح تدخل الغابة، هل ستفكر بجمالها وتفكر في النجوم وشكل الأوراق وشكل والأنهار، أو أن ذهنك أصبح منحصر في نقطة ضيقة هي البحث عن الخطر المحتمل وهو الحيوان المفترس؟ إذن عرفنا شيء واحد، أن كل الانفعالات أحد أهم دور لها أن تأخذ انتباهك وتحصره في نقطة ضيقة جدا. فكل الناس اللي يواجهون أزمات تأكد أن ذهنهم محصور بالأزمة، لا يلاحظون ما هو حول الأزمة. يعني لما أنا أدخل من مصلحتي وأنا أدخل الغابة وقيل لي بأن هناك خطر سيداهمني، من مصلحتي وبقائي يحتم أن أحصر انتباهي في نقطة ضيقة والبحث عن هذا الحيوان المفترس، وأتناسى الجمال الذي يوجد حولي. ولهذا حاول أن تساعد الشخص أن يخرج من النقطة الصغيرة جدا إلى العالم الأرحب، ويستطيع أن يدرك الجمال والرحمة اللي خلقها رب العالمين في هذا العالم. فإذا أحد طرق مساعدة الأشخاص الذين يعانون من أزمات أنك تأخذ من النقطة الضيقة اللي حصر فيها نفسه وانتباهه إلى مرحلة. ولهذا ننصح الناس أنه يرجع للعمل، أنه يمارس هواية، أنه يختلط في الناس. وإحنا في عالمنا الإسلامي أو العربي والخليج خصوصا عندنا العزاء، العزاء 3 أيام. السبب ان العزاء 3 أيام بس جميل جدا، جيد. الشخص هذا بدل ما نتركه مع نفسه وتنحصر رؤيته بالحدث الذي وقع، ينشغل بأمور، يعني لا تأخذوني في الكلام، في استقبال الضيوف، في الشاي والقهوة وتوزيعها والتوجيب وتوجيب الآخرين. هذا بحد ذاته يأخذ الإنسان من الدائرة الضيقة إلى دائرة أوسع. ولهذا هو علاج، العزاء هو جزء من العلاج. ضروري جدا أن نعرف الظاهرة، ويجب أن ما نزعل منها كمتخصصين. أن بعد وفاة عزيز كثير من الناس يريدون السجلات الطبية، يبحثون عن سجلات طبية وكيف توفى، ويريدون أن يعرفون ما هو سبب الوفاة. وهذا بحد ذاته على سبيل المثال في المستشفيات يشكل ضغط على الطاقم الطبي، لأن عندهم ظروف، يعني ما هم يعني أحيانا السجلات مبعثرة وعند أكثر من طبيب،
وهذا يشغلهم في أمور إدارية بدل ما يمارسون الأمور الفنية. وتشوف الشخص هذا الناس اللي توفى لهم عزيز يقف على رأس الإدارة في المستشفى ويشغلهم بتحقيق أو طلب تحقيق. يجب أن نتقبل هذا على أن هذا حالة طبيعية وشائعة. كيف نتعامل معها في الأزمات؟ بالوقت نقول للشخص إن شاء الله نحاول أن نجمع لك التقرير، تعال بعد أسبوعين، بعد أسبوعين راح يكون هناك إن شاء الله تقرير، نعطيه مساحة، تأكد أن بعد أسبوعين لن يأتي لك ويطلب التقرير. السبب أنه هي ردة فعل طبيعية، يجب أن ما نزعل منها. ونحن نعمل في المستشفيات. الحدث غير المكتمل كما قلنا مع الميت يسبب لنا التوتر والشعور بالذنب. ما نستطيع أن نصل إلى مرحلة السلام إلا بعد أن نغلق الفصل الأخير، ولهذا ضروري جدا أن نتعرف على ما هو الفصل اللي يكون موجود بين العلاقة بين المتوفي وفاقد العزيز. هذا الفصل اللي لم يغلق، ونحاول أن نساعد الشخص أن يغلق الفصل الأخير، إما بالاعتذار أو مثلا بالتصدق عنه، يعني أو نقول له ادفع صدقة عنه، هذا يريحنا، نحس أنه أدينا شيء للميت. يعني تشوفون شعور بالذنب يعني موجود في حالة الوفاة، أثبت لكم يعني. يعني تشوف أحيانا في المقبرة لما ندفن عزيز علينا من الشعور بهول الصدمة والشعور بالذنب نبي نسوي شيء في المقابل. بعض الناس يجيب سعف النخل ويحطه على القبر، بعض الناس يرش، بعض الناس يجيب ورد، بعض الناس يسوي شيء. هذا الفعل مع أنه صغير جدا بس يجعلنا نشعر، يخفض الشعور بالذنب، يعني وكأن أدينا شيء للميت يعني في هذه اللحظة الأخيرة. يعني شجع الناس على هذا، ما في شيء يعني إيجابي. أحيانا هناك تقنية نستخدمها، كتاب الذاكرة. كتاب الذاكرة بعد وفاة عزيز علينا نريد الشخص هذا، نريد أن نؤكد على حقيقة مهمة جدا لكل شخص فقد عزيز، خصوصا يعني مثلا في كلنا احنا نقول فينا شوية من التوحد، البشر جميعا يعني مرض التوحد مختلف بس جميع البشر فيهم مقدار بسيط من التوحد. يعني بالنسبة للمتوحد اللي عنده توحد عنده مشكلة في فهم الموت، لأن جزء من المتوحد في حالات التوحد عقولهم حسية، الموت كل حالة مجردة غيبيات، فيجدون صعوبة في هذا، ما عندهم مشكلة في الأمر المحسوس، ولكن ولهذا الطفل المتوحد يواجه مشكلة في فهم الموت. يعني لأنه يشوف شخص عايش 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 يفكر بطريقة فيها صور، وبعدين يتحول إلى كائن آخر، ويعني إلى شخص متوفي. هذه صورة تعارض الصور الأخرى في الحياة. وجدنا أن المسألة مو بس عند المتوحدين، هذه المشكلة عندنا كلنا يعني. فنحاول أن نساعد الناس اللي توفى عندهم عزيز أن نجعل المتوفي يعيش في حياتهم، يركزون. نقول للمتوحد هذه النصيحة، نقول له انسى هذه اللحظة اللي شفتها وهو متوفي، يعني آخر لحظة الفصل الأخير، وتذكر. نقول للمتوحد هكذا، ذكر الحياة اللي كان عايشها، ذكرها، ذكر لما أخذك المدرسة، ذكر كذا لما أنت معه في المول، ذكر كذا كذا. فالصور تتلاحق في ذهن المتوحد وكأنها يعني كأنها شريط. نقول له حاول تعيش هذه اللحظات وأترك هذه اللحظة الأخيرة. هذا بطريقة مختلفة نعلمه لجميع الناس، نقول لهم حاول أن تكتب كتاب ذكريات. يعني نعطي مثلا واجب للأطفال أو للأسرة، نقول لهم اكتب ذكريات، أخذ الصور القديمة اللي كانت في حياة المتوفي يكون عايش معاكم، وحاول أن تضعها في ألبوم. وهذه الصور بالضبط تترك صورة مخيلة تجعلنا نعيش اللحظات اللي كان يعيشها معنا المتوفي، ونهمل الصورة الأخيرة اللي نشوفها على السرير ممدد وبلا روح أو بلا حياة. مهم جدا، يعني الفعل يبدو أنه بسيط ولكن أثر العلاجي عميق جدا، أن نقول نطلب من الشخص هذا أنه جمع الصور هذه ووضعها بكتاب للذكريات. وجدنا أن أسلوب علاجي يجعل الشخص
اللي توفى يعيش في ذاكرتنا وننسى اللحظة الأخيرة وهي لحظة الوفاة. أحيانا علاج يسمى العلاج بالصور الموجهة. أهمية الموضوع موضوع الخيال، الإنسان كان يستطيع أن يستحضر الخيال بشكل عظيم جدا، يستحضر صور ذهنية. وضعنا أجهزة على دماغ الإنسان وهو أمام البحر والأمواج وصوت البحر ولحظة هدوء جميلة جدا، ونقول له ونشوف ما هي المناطق اللي استخدمها. طبعا يستخدم القشرة البصرية الثانوية، ويستخدم أحيانا القشرة البصرية الأولية لأنه قاعد يستقبل صور، بس عموما الذاكرة البصرية تخزن في الذاكرة الثانوية، ذاكرة البصرية. وناخذ الشخص يعني من أمام المكان المحسوس البحر إلى المختبر، نقول له سكر عيونك، تخيل أن أنت على البحر. الغريب اكتشف العلم أن نفس الأماكن اللي استخدمها وهو على البحر مباشرة هي نفس الأماكن في الدماغ اللي استخدمها الإنسان وهو يتخيل. الخيال الإيجابي يخلق حياة إيجابية، والخيال السلبي يخلق حياة سلبية. ولهذا أحيانا نقول للمرضى أن أحيانا العدو موجود في داخلك، إذا تتوقع السوء وتتخيل السوء أنت تعيش حالة السوء وتمرض. ولهذا أغلب الناس يتوحد مع الذات ويمرض الذات، يعني المرض يصنعه من الداخل بالخيال السلبي، لأن الدماغ لا يستطيع أن يفرق بين أمر حقيقي وأمر متخيل. تأثير الكيميائي والهرموني واحد، ولهذا مهم جدا ان الشخص اللي فقد عزيز ان ناخذه، يعني كتاب هذا كامل يتكلم عن الصورة، يمكن امامكم الشخص قاعد على كرسي ويتخيل الميت موجود بجنبه. نقول الان تخيل ان الشخص هذا اللي توفى العزيز جنبك على الكرسي، حاول ان تقول له الكلام اللي ما كنت تقوله له، ما قدرت تقوله قبل الوفاة، ويكلمه. وجدنا علميا إن هذا مهم جدا، يعني الشخص الغير متخصص بعلم النفس يعتقد ان هذه خبره سخيفه جدا. لا، يجب ان نعرف ان الخيال، المخ لا يستطيع ان يفرق بين الخيال والواقع ويستجيب له بنفس الطريقه وبنفس الدرجه. فاذا هناك مشاعر ندم، احيانا تستطيع ان تسيطر على مشاعر الندم بان يتخيل انه قاعد يتكلم مع المتوفي، يقول ان شاء الله رب العالمين يوصل رسالتك له. الناس يختلفون في الحزن، هناك أسلوبين. الأسلوب الحدسي في حالة الوفاة العزيز علينا، وهناك الأسلوب الإجرائي. بعض الناس خصوصا الرجال يستجيب بالأسلوب الإجرائي، يعني عند حدوث أزمة يستجيب بالاستجابة بفعل، يعني مثلا بعد حدوث وفاة يحاول قدر الإمكان أن يستجيب بظروف عملية، يعني يحاول أن يغير الظروف باليد، يعني يحسن مثلا من مهام اللي تركها الشخص هذا المتوفي، يحاول أن يسكر ثغرة هنا، يقوم بإجراءات، إجراءات عملية. شعوره أنه يقوم بهذه الإجراءات يجعله، يعني هذا عزاء بالنسبة له، ويجعله يتكيف مع حالة الوفاة. والأسلوب الحدسي لا، هو الأسلوب الحدسي هو أسلوب وجداني، انكفاء على الذات، انكفاء إلى الداخل. ويشعر الشخص، تشوف اللي عنده الأسلوب الحدسي بدل ما يقوم بإجراءات في الخارج يبدأ يشعر بالألم، يا ربي لماذا حدث لنا هذا، ليش هذا حدث، ولماذا حدث هذا، وكيف حدث هذا. هذا الأسلوب الحدسي يعمق الشعور بالألم، لأنك تجعل الشخص ينكفئ إلى الداخل، وفي الداخل لا توجد إلا الأمور السلبية والأوهام. الرجال يستجيبون غالبا في اللوزة اليمنى، واللوزة هي جزء من الدماغ، تكوين نافذة الدماغ على العالم، جزء من التكوين يسمى الأميجدالة اليمنى. المرأة عند الحزن أو الانفعال تستجيب في اللوزة اليسار. لو فحصنا الدماغ لوجدنا التالي، أن اللوزة اللي في اليمين اللي يستخدمها الرجال أثناء الأزمات اتصالاتها مع المناطق اللي موجودة المسؤولة عن الاستجابة الخارجية، واللوزة اللي في اليسار مسؤولة عن الاستجابة الداخلية، يعني تتصل بالمناطق الدماغية المسؤولة عن الذات من داخل. ولهذا المرأة في حالة الحزن تستجيب
وحالة الكارثة تستجيب في اللوزة اليسار، تنكفئ إلى الداخل تقول يا ربي ليش هذا صار ولماذا هذا صار وكيف هذا صار. وهذا الطريقة في الاستجابة تعمق الحزن بشدة، بينما الرجل يستجيب يبحث عن حل، إذا وقع في أزمة يقول كيف أخرج منها بالحل. والأدهى من هذا إن استجابة الرجال هي الاستجابة السليمة. طبعا مو كل الرجال، في فروق فردية، الاستجابة السليمة. فإذا شفت الشخص منكفئ إلى الداخل حاول أن تعلم الاستجابة الإجرائية، أن حاول أن تبادر بشيء، لأن إذا انشغلت بالحل تنسى الألم. فالناس اللي في الأزمات يعانون من ألم الفقد أو ألم الحزن، حاول أن تشغلهم بأمر إجرائي، بهواية أو بفعل معين، فينشغل بالفعل وينشغل بالسلوب الإجرائي بدل أن ينشغل بالألم، فيقل الألم ويأتي الألم على مراحل، وإحنا نتقبل كل شيء على مراحل. هذا البشر كذي، يعني الصدمة الكبيرة أخطر من الصدمة التي تأتي على شكل مراحل. ولهذا الموت الفجأة يؤلمنا، بينما الشخص هذا مريض صار له 10 سنوات المفاجأة أقل علينا وأقل وطأة. كبار السن عند الفقد بالنسبة لنا يعني هم أحق حتى من صغار السن، لأن هناك في الأزمات عندنا ظاهرة تسمى التشيخ المناعي. لما نكبر في السن جهازنا المناعي يشيخ، فاستجابته للفيروسات، استجابته للسرطان، استجابته تنخفض وتقل. ولهذا التشيخ المناعي يختلف حسب عمرك البيولوجي، والعمر البيولوجي مهم جدا. يعني مو شرط أن يكون عمرك 70، أحيانا تكون عمرك 70 بس عمرك البيولوجي ممكن 40 سنة، فاستجابتك سليمة. وأحيانا تدخن وتسيء إلى الجسد وعمرك البيولوجي، أنت عمرك الزمني 25 وعمرك البيولوجي ممكن 60 سنة. ولهذا التشيخ المناعي قد يحدث مو شرط لكبر السن، بس أن جهاز المناعة يشيخ ويصبح غير فعال في مواجهة البكتيريا والفيروسات. ولهذا لاحظنا أن بعد فقدان عزيز جهاز المناعة ينهار عند كبار السن، ويصبح تعرضهم للأزمات الصحية أكثر. وعلى فكرة في علاقة بين جهاز المناعة والحالة النفسية، يعني إذا انهار جهاز المناعة يدمر عندك الحالة النفسية، لأن بينهم تواصل عصبي كيميائي. وأيضا شيء واحد، إذا انهارت نفسيتك تخلي جهاز المناعة ينهار. ولهذا مهم جدا أن ننتبه لكبار السن، وأن ما نتركهم، ونحاول أن نعيد توازنهم بعد فقدان عزيز، لأن إحنا نخاف على بقائهم على قيد الحياة. أمر مهم جدا أن نعرف أن تشيخهم المناعي هذا قد ينقلب ضدهم نتيجة للحزن، فتدهور حالتهم النفسية. يعطيكم العافية ومشكورين.